تعال ننتقل للخبر الأبرز خلال الأيام الماضية، وهي ما يحدث يعني ويتابعه العالم بكل حزن وأسى. توابع لزلزال شرق المتوسط، عشرات الآلاف من الضحايا، عشرات الآلاف أيضا بل ويزيد من الجرحى والمفقودين والعالقين للأسف الشديد. ما زال العدد بكل ألم في تزايد. ووسط هذه التوابع ضربت هزة ارتدادية جديدة، زي ما يقولوا كده يسموها ايه، توابع الزلزال زي ما كنا اتعلمنا زمان، بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر في منطقة وسط تركيا بالتحديد. وضح مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي ان الزلزال ده حصل على بعد 40 كيلومتر غرب مدينة غازي عنتاب، وهي الواقعة في جنوب البلاد. طيب احنا محتاجين نفهم اكتر عن ده، فلنسأل اهل العلم. الدكتور عمرو الشرقاوي استاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اهلا بك يا دكتور عمرو. اهلا وسهلا. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين. دكتور عمرو، اولا عايزين نفهم يعني ايه الهزات الارتدادية او توابع الزلازل؟ بداية الكرة الأرضية بتتكون من مجموعة من الألواح أو الصفائح التكتونية. كل صفيحة منهم المفروض إنها بتعبر عن قارة معينة. القارات دي بتتحرك بالنسبة لبعضها في سرعات بيتم حسابها بما يسمى السرعات الجانبية من لوح أرضي إلى لوح آخر. طبعاً في أجهزة زي أجهزة الجي بي إس اللي بتستخدم لقياس هذه الحركات. يمكن المنطقه اللي حصل فيها الزلزال دي بتتميز بنشاط الزلزال العالي، وبتقع ما بين التقاء اللوح العربي مع اللوح الاوروبي وايضا اللوح الافريقي اللي هو يعتبر بيمشي ناحيه الشمال بالتوازي مع اللوح العربي. ربنا يستر، ربنا يستر باذن الله، ويا ربنا يعني يزيح هذه الغمه. انا بشكرك جدا يا دكتور عمرو، كل الشكر للدكتور عمرو الشرقاوي استاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه.